السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. والله وانا بحضر لهذا الفيديو كنت متحمس جدا ومبسوط في نفس الوقت، لان انا بطبيعتي بحب جدا الحضاره العربيه وبعتز وبفتخر بيها، وبحب اعرف التاريخ الاسلامي والتاريخ العربي في العصور الوسطى لما كان العرب يعني منسجمين في علوم شتى وكان ليهم الرياده في العلوم. فلما الاقي في العصر الحديث اجهزه باسم سيكو او سايكو، صناعه مصريه انا شخصيا افتخر بها، هي محتاجه تعديلات بس مش يعني مفيش شركه بدات كامله من كل واحد. ولما الاقي شركه اسمها عزوم، شركه سعوديه تدخل في صناعه الهواتف والسماعات السبيكر والصناعه الالكترونيه بصفه عامه، لازم اكون مبسوط اكيد بحاجه زي كده وافتخر بيها قدام اي حد. فالتليفون اللي هتكلم معاك النهارده عنه اسمه عزوم الصحراء 2 او ديزر 2. هو طبعا انا سامع الناس بتنتقد هذا المسمى، بالرغم ان انا بقول لك هوت 7 الساخن السابع، او اقول لك النوت 9 المفكره التاسعه، مش هتنتقد الكلام ده، انما لما تسمع لفظ عربي بتنتقد. بالرغم ان انا شايف ان ديزر 2 او الصحراء 2 او الصحراء الثانيه اسم جميل ومتأثر بالثقافة العربية، ولما نخش تفاصيل هذا الهاتف واتكلم معاك عن المساعد الخاص بتاعه واقول لك ان اسمه منيرة هتستغرب اكتر. بس خلينا نبدا معاك من تصميم الجهاز بشكل سريع، اللي جاي من البلاستيك باطار من الالومنيوم، بتصميم يعني جميل جدا وشكله حلو، شكله مايل اكتر للصحراء بالنسبه للون الابيض، والشركه بتطلق عليه اسم صحراء الدهناء، واللون الاسود مايل اكتر للرخام. والله انا شايف ان الالوان جميله وتصميم جميل واسماء او مسميات الالوان ممتازه. طب ده كان بالنسبه لتصميم الجهاز. عايز اتكلم معاك عن الشاشه اللي جايه بدقه الفول اتش دي بلس من نوع LCD بحجم 6.4 بوصه بكثافه بكسلات 398 بكسل لكل بوصه. وانا والله شايف ان الشاشه ممتازه جدا ومنافسه بقوه في فئتها السعريه، يعني لا تقل شيئا عن باقي المنافسين. والشاشه هنا جايه بشكل هول بانش او ثقب عشان تتماشى مع الترند الحديث. والله ده كان بالنسبه للشاشه. تعال كده نتكلم عن المعالج اللي جاي من انتاج شركه ميديا تك. والله انا مبسوط ان شركه عربيه بتخش المنافسه بالشكل ده وبتستخدم معالجات من ميديا تك. طبعا الافضل لو كان جه من سناب دراجون، ولكن ميديا تك بي 70 مش وحش. انا معاك بالفعل ان المعالج قديم شويه، لو كان جه بمعالج حتى الجي 70 كان بقى افضل واقوى. المعالج مستقر واداؤه ممتاز، ولكن الافضل اكيد لو كان جابوا معالج المنافسين بيستخدموه حاليا عشان ابقى دخلت المنافسه. المعالج رسومه جاي من مالي جي 72 ام بي 3، وزي ما قلت لك اداء المعالج ده كويس جدا مش وحش. الجهاز جاب اندرويد 10 مع واجهه ابراهيم يو اي، والله يا برنس زي ما سمعت اسم الواجهه ابراهيم. بالرغم انت ممكن تستغرب وتقول ايه يا عم ده، يا عم هم بيهزروا، ايه الاسم ده؟ انما لما اقول لك ان شركه واوي عندها واجهه باسم هونج مينج، اللي هو اسم واحد عندهم او اسم مكان عندهم، الله ايه الاسم الجميل ده؟ طب ليه بتنتقد ده مع ان اسم ابراهيم في الواجهه؟ انا مش عارف، انا حاسس ان هي حاجه عصريه، حاجه انا مبسوط ان انا الاقي اسماء عربيه موجوده في التكنولوجيا الحديثه اللي احنا بنعصرها دلوقتي، ومش شايف اي داعي للنقد او اي داعي للاستغراب. بل بالعكس، المفروض ان احنا ندعم هذه الشركات ونقف في ظهرها، لان ده شيء مشرف ان الاقي عرب موجودين في منافسه، ومش في اي مجال، ده في مجال شديد ومجال الناس اللي بتخش ناس تقيله. فوفر سخريتك اللي هتضيفها في تعليق وخليك ايجابي. عاوز اقول لك ان الواجهه هنا قريبه جدا جدا من الواجهه الخام، وده معناه سلاسه اكتر وسرعه اكتر، مفيش تحميلات مفيش انيميشن كتير على الواجهه ان يتقل الجهاز معاك. الواجهه هنا فيها مساعد ذكي زي مثلا مساعد جوجل او مساعد ابل سيري، ولكن ده اسمه منيره، ده بيساعدك بقى التعرف على الجهاز ومش عارف ايه، وبيساعدك في مهامك في حاجات كتير جدا. انا طبعا ما جربتش الجهاز، انا بتكلم بناء عن الاطلاق اللي كان موجود للجهاز، كان يوم 29/11، يعني كان اخر 1 ديسمبر او في بدايه العام الجديد، كان بقى افضل وكان بدايه قويه للشركه. ولكن الشركات بتختار توقيتات غريبه بصراحه. الجهاز جاي برام 6 جيجا بايت مع مساحه تخزين 128، بطاريه الجهاز جايه بسعه 4000 ملي امبير مع الشحن سريع بقدره 18 واط مع منفذ شحن من نوع تايب سي. الجهاز بيشحن من 0 لحد 100% في 70 دقيقه، وانا والله اتمنى ان يكون ليا الشرف ان اجرب هذا الهاتف، يعني لو لقيت نسخه منه نزلت مصر اكيد اشتريها واجربها. الجهاز جاي باربع كاميرات، الكاميرا الرئيسيه جايه 48 ميجا بكسل، الكاميرات الثانيه الترا وايد 13 ميجا، والدبس والماكرو والكلام ده كله. الكاميرا الاماميه جايه بدقه 25 ميجا بكسل. والله اداء الكاميرات على حسب الصور اللي شفتها والمراجعات ادائها كويس جدا، وادائها مرضي جدا في الفئه السعريه دي. في حاجه عايز اقول لك عليها، ان الجهاز بيدعم ال NFC. طيب الخلطه دي او المواصفات دي كلها شركه عزوم بتقدمها لك ب 800 ريال، يعني ما يعادل 213 او 210 دولار، يعني بالمصري 3300 جنيه مصري. وخد بالك السعر كويس جدا، السعر مش كتير. انا مديك شاشه فول اتش دي بلس، كثافه بكسلات ممتازه، كاميرات كويسه جدا، مديك كمان ال NFC، والمعالج اللي فيه مش وحش، المعالج اللي فيه اداؤه ممتاز جدا. انا عارف ان في اقوى منه الفئه السعريه دي، ولكن يا جماعه طالما الشركه عربيه دخلت المنافسه احنا لازم
نقف في ظهرها. واكيد لما الشركه تطور من نفسها وارباحها تزيد هتطور من نفسها اكتر وتثبت نفسها وجودها اكتر في السوق. ولكن السؤال هنا هو بصراحه سؤالين من سؤال واحد، لو انت معاك ال 3300 جنيه هل تجازف وتشتري هذا الجهاز ولا توفر فلوسك وتحطها في حاجه موثوقه اكتر؟ السؤال الثاني، هل انت شايف مصير الشركه دي يكون زي مصير شركه سايكو او سيكو المصريه اللي بصراحة بتشتغل فترة وتقف فترة، تشتغل فترة وتقف فترة وهكذا، وده بيوقع الشركة. الشركة المفروض تعمل ابديت لنفسها، ابجريد على طول، تحدث من نفسها، تنزل اجهزة زي شركة انفينكس كبيرة اول 4000 جنيه ما بتعديش الفئة السعرية دي، بس اهي يعني مواكبة ومتطورة وبتطور من نفسها واحدة واحدة. الناس بدأت تثق في شركة انفينكس. فلو كان شركة سايكو او سيكو يعني بصراحة لحد الان مش عارف المسمى الصح بتاعها ايه، اثبتت وجودها باجهزة كتير في السوق واثبتت وجودها في المنافسة او وسط العمالقة موجودين وبدات تنزل اجهزه بشكل مستمر، اكيد بلا شك الناس كانت هتميل ليها اكتر، خصوصا ان الشركه تحت مسمى مصري او عربي، واكيد انا وانت هنفتخر بحاجه زي كده. وبس كده، دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده. والله المفروض الفيديو ده كان يكون عن اكتر هاتف او اكتر هواتف اتظلمت في 2020 او عن المعالج الجديد من سامسونج درجه 888، بس بصراحه لما لقيت التليفون ده نزل حبيت اتكلم عليه وحبيت ان اقول لك لازم ندعم وبكل قوه الشركات العربيه خصوصا في هذا المجال. ودي كانت كل حاجه في فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو افادك وعجبك، لو الفيديو افادك ما تنساش تعمل لايك، لو شايف ان هذه القناه مفيده ليك يبقى اعمل سبسكرايب وفعل زرار الجرس عشان تتابع كل جديد. وكالعاده يا شباب نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.